في منشور مؤثر لها، نشرت الفنانة عايدة عبابسة صورة لقبر شقيقتها المرحومة نعيمة عبابسة اللي كانت غادرتنا في 18 أفريل الماضي. وأرفقت عايدة الصور بتعليق: هنا ترقد شيخة البلاد، آخر عنقود من بنات الشيخ عبد الحميد عبابسة. لكن اللافت كان جملة نشرتها عايدة جافها: رحت زرتها في مكان لا أحد يستطيع أن يطردني منه، ترحمت على روحها الطيبة وتندمت على أشياء كثيرة وعبرت لها عن مدى حبي لها. هي جملة أكيد قاسية وتخفي من وراءها مرحلة توتر عرفتها علاقة الأختين، واللي كان لمحبية النميمة وصناع الوشاية سبب كبير فيها. قد ما تكبر العين الحاجب يعلى من فوقها، والدم عمره ما يرجع مية، هي جملة قالتها المرحومة نعيمة عبابسة في ذات لقاء تلفزيوني وهي تقصد أواصر صلة الرحم. ولكن اللي ما يعرفوش الكثيرين هو اللي كانت تقصد عايدة من بين هاد الأسطر في منشورها، أنها ما قدرتش تحضر جنازة شقيقتها هي وخاوتها بعد ما تم تهديدهم باللجوء للشرطة، وكانت المرة الأخيرة اللي شافت فيها عايدة نعيمة في مصلحة الجثث وإن قرأت على روحها القرآن ودعتها الوداع الأخير. نعيمة ما كانتش مجرد أخت برك، نعيمة كانت الأم والصدر الحنون والملجأ اللي لم شمل الإخوة عبابسة، نجيب، فلا، القائمة عايدة وفوزية. واليوم برحيلها أكيد تزعزع ساس العائلة الفنية العريقة، فالفرح ما ونور على روحها الطاهرة.